عدم الإنجاب، هي ما بتخلفش. المشكلة دي بتعمل مشاكل كتير، أولاً بتألم ستات كتير، وبتغير رجالة كتير، وممكن تهد بيوت كتير. طيب تعالوا ناخد نموذج نبوي للتعامل مع مراته وهي ما بتخلفش. السيدة عائشة، السيدة عائشة ما بتخلفش، هتعيش مع النبي 10 سنين، لكن النبي لما يموت هي هتعيش بعده 40 سنة. 40 سنة وما بتخلفش، طب هتكمل حياتها ازاي وتقضي حياتها ازاي؟ عمل معاها النبي 3 حاجات عشان يحللها المشكلة دي. أول حاجة وجهها النبي لفكرة الكفالة، فكرة الأم الكافلة، فكرة الأسرة البديلة. إيه فكرة النبي؟ فكرة النبي إن السيدة عائشة لها أخت اللي هي أسماء بنت أبي بكر. السيدة أسماء بنت أبي بكر متجوزة الزبير بن العوام، خلفه عبد الله بن الزبير الابن الأول، وبعدين قامت حملة تاني ومخلفة تاني لسه ولد صغير اسمه عروة ابن الزبير. عروة ابن الزبير لسه مولود، والحقيقة الحالة المادية والمعيشية الأسماء والزبير صعبة جدا، يعني أوضاعهم المالية قاسية جدا. فكانت فكرة النبي لو السيدة عائشة عرضت على أختها السيدة أسماء، هو ابنك بس أنا خالته، خليني أربيه وأشبع احتياجات الأمومة. فوافقت السيدة أسماء. فالنبي، أنتوا واخدين بالكم النبي بيعمل لها إيه؟ بيوجد لها إشباع لاحتياجات الأم. فقال لها ربي عروة بن الزبير. عروة بن الزبير ده هيطلع واحد من أعلم علماء المسلمين، لأن مين اللي مربيها؟ السيدة عائشة. فهو اللي حينقل العلم للمسلمين لأنه على إيدها. وبعدين السيدة عائشة طب عايزة حد كمان. أبو بكر الصديق خلف ولد صغير، وأبو بكر كبر في السن، مين حيربي الولد دون؟ فهي ربت أخوها عبد الله بن أبي بكر، فبقى عندها ولدين، عروة وعبد الله. المرأة العربية كان لازم تاخد لقب أم فلان، حتى لغاية دلوقتي في كتير من البلاد، يعني مش كل البلاد، لازم أم فلان. فالنبي أطلق عليها لقب عشان ما تبقاش حاسة إن هي بلا لقب، فبقى بيسميها أم عبد الله، مجرد لقب مش تبني، ولكن علشان تشعر بالإشباع. وبعدين النبي ما حرمش الولدين إن هم يجوا البيت، وما قالاش أنا ناقص دوشة في البيت، رجالة كتير بيعملوا كده، وبعدين دول مش ولادي ربيهم ليه؟ صدقوا النبي ما غضبش لوجود الولدين، بل بالعكس اعتبر وجود الولدين هو اللي عايزه علشان يشبع مشاعرها الكتيرة. يعني الطريقة النبوية فرغي طاقتك في فكرة الكفالة. تاني حاجة عملها معاها النبي عشان شعورها انها ما بتخلفش، عمل ايه؟ وجه طاقتها الكبيرة، عندها طاقة كبيرة ووقت فاضي كتير، وجه طاقتها للعلم وتعلم العلم. يا عائشة انت اللي هتعلمي المسلمين، انت هتبقي افقه المسلمين رجاله وستات، وانا هديكي كل العلم اللي عندي. مش انت ما بتخلفيش، تعالي نستثمر الوقت اللي بقى فاضي. وشاف فيها صفات العالم والباحث، فعمل لها كارير لحياتها. لو الراجل قال للمرأة أو ما ساعدش مراته إنها تحقق الكارير بتاعها، دي حاجة من الحاجات اللي بتعمل إحباط شديد. يعني لو الست تقبلت ده أو الزوجة تقبلت ده هيخليها لو قررت إنها تكمل معاه، دايما بيأثر على أدائها مع أولادها ومعاه، وهيفتقد جزء كبير جدا من المكونات بتاعة السعادة، اللي هي لأنها دي قيمة بالنسبة لها، قيمة مهمة. عشان نتفادى ده بننصح الأزواج بأنهم قبل ما يتجوزوا مهم جدا يتفقوا مع بعض على القيم. السيدة عائشة روت عن النبي 2500 حديث ما لغاش وجودها، زي رجالة كتير يعمل مع مراته يقول لها بقولك ايه، انت ولا تقولي لي شغل ولا تقولي لي عندي طاقة فاضية، اقعدي ببيتك. اولا انت مش كفاية عليك ان انت متجوزة نبي؟ ما عملش كده معها النبي. النبي حول التهديدات اللي عندها الفرص للنجاح. يقول أبو موسى الأشعري: كنا إذا استشكل علينا أمر في الدين ذهبنا إلى السيدة عائشة فوجدنا عندها منه علم. أيوة النبي حكالي على الموضوع ده. لما تخش الروضة في المسجد النبوي هتلاقي في الروضة في عمود في النص كده مكتوب عليه اسطوانة عائشة، مكتوب عليه كده من فوق بخط كبير اسطوانة عائشة. أصل السيدة عائشة جابت عروة اللي هي مربية عروة بن الزبير وقالت له عايز تعرف النبي كان بيصلي السنة فين؟ تحت العمود ده،
عشان كده لما تروح المسجد النبوي تلاقي ناس طوابير واقفه في وسط الروضه، انت مش فاهم اشمعنى في الحته دي، هنا النبي كان بيصلي السنه. عارفه التفاصيل، كان عروه بن الزبير يقول لها ايه؟ يا اماه، ما هي ام المؤمنين. يا اماه والله انا لا اعجب من علمك بالدين، اقول علمك يا رسول الله، ولا اعلم من علمك بالانساب، اقول علمك ابو بكر، ما ابوها نسبت العرب، ولا اعجب من علمك بالشعر، ولكن اعجب واعجب من علمك بالطب، كل ما حد يجيلك تديله وصفه تطلع صح، مش دكتوره يعني بس الوصفات، كل ما حد يجيلك تقولي له خد كذا وكذا والعيش بالفلاني وحط كذا على كذا يطلع صح يخف. قالت يا بني كان مثل العرب تاتي الى رسول الله بالوصفات، وكنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم مرض النبي في اخر ايامه فكانوا ياتوننا بالوصفات حتى تعلمت كتلة علم. السيدة عائشة دي وبعد ما مات فضل الحب الكبير قوي، عايز الناس تفضل تحبك بعد ما تموت جدد لهم حياتهم، عايز مراتك عمرها ما تستغنى عنك جدد لها حياتها. يا أما معنى جميل بشكل إنك تقف جنب مراتك وتسندها وتديها الأمان وتزقها لقدام لغاية ما تنجح وتشعر إن حياتها هادئة مستقرة. من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل الرحم من جهة المرأة. هو ده الراجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أزمة تانية من أزمات البيوت، مشكلة الكلام الكتير، الستات بيتكلموا كتير، وبعدين الستات لما بيتكلموا كتير بيبقوا عايزين يدخلوا رجالة، وبعدين لما الرجالة بيدخلوا الستات بيتصالحوا وبيتخانقوا مع الرجالة. يعني نصيحة لكل رجل، ابعد عن التفاصيل مع المرأة، اوعى تخش بين اتنين ستات في التفاصيل. يعني الستات بتتكلم لغة مختلفة غير لغة الرجال، لغة كلها تفاصيل، اقرأ كتاب رجال من المريخ ونساء من الزهرة. فلما بتخش انت الدنيا بتبوظ، مال تعمل ايه؟ ما تخشش في الموضوع، هم هيحلوا مشاكلهم بطرقهم التفصيليه مع بعض واحده واحده. نحكي حكايه، انتشر في المدينه ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب السيده عائشه. النبي بيحب قوي السيده عائشه، حب ما فيهوش علاقه بالعدل، هو عادل بين كل نسائه بس بحبها، في حب زياده. فبدات الناس تعمل ايه؟ اللي عايز يدي هدية للنبي يديها له في أنه يوم. اليوم اللي النبي عند السيدة عائشة. الحكاية دي هتعمل مشكلة، لأن الهدايا بتروح في يوم السيدة عائشة، فبقيت زوجات النبي غاروا. زوجات النبي كانوا فريقين، فريق فيه السيدة عائشة والسيدة حفصة والسيدة سودة، وفريق فيه أم سلمة والسيدة زينب بنت جحش. فالفريق التاني زعلان، فقاموا بعتين أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن نساءك يناشدنك العدل بين زوجاتك. فقال النبي فيما؟ قالوا في بنت ابن أبي قحافة اللي هو سيدنا أبو بكر الصديق، في بنت أبو بكر الصديق عائشة. قال وما ذاك؟ قالوا الهدايا تأتي في يوم عائشة ولا تأتي في أيام باقي زوجاتك يا رسول الله. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وقال لها خيرا يا أم سلمة، وتركها وانصرف. يعني ولا حاجة ولا هدخل. فما عجبهمش الكلام، فقاموا بعتين مين اللي ممكن يبقى لها تأثير وتكلم النبي؟ السيدة فاطمة بنت النبي. فقالوا يا فاطمة ناشدي رسول الله العدل بين زوجاته. فذهبت السيدة فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن نساءك يناشدنك العدل بينهن. قال وفيما ذلك يا فاطمة؟ قالت الهدايا تأتيك في يوم عائشة. فقال النبي يا فاطمة أتحبينني؟ قالت نعم يا أبتي. قال أتحبين من أحب؟ قالت نعم يا أبتي. قال فإني أحب عائشة فأحبيها يا فاطمة. فقالت نعم يا أبتي. فرجعت لهم وقالت لهم والله لا أسأله في هذا الأمر بعد ذلك أبدا. يعني هو النبي عمل إيه؟ النبي ما اتكلمش في الموضوع، ما قالش مين اللي قالك الكلمتين دول. طب ما النبي عمل إيه؟ ركز على العاطفة. أصول التفويت عندنا ممكن نجمعها في ثلاث أصول. الأصل الأولاني ما تفوتش وانت بتقول ان انت مفوت، لان انت لو فوتت وانت بتقول ان انت مفوت، لو كنت انت راجل فانت في الحقيقه بتعمل منه على الاخر، والمنه بتتعب القلوب، بتبقى حمل على القلب ان واحد يحس ان واحد ليه منه عليه. فما تفوتش وانت بتحس قدامك ان انت بتفوت، فوت من غير ما حد يحس. الاصل الثاني في التفويت ان انت تفوت بس بحكمه،
في بعض الحاجات ما تتفوتش، لان انت لو فوتت على طول على طول كل حاجه يبقى انت كده انسان مش حكيم. زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما السيده عائشه جت تتكلم عن السيده خديجه قال لها لا لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجت. لا لغايه هنا ابو لا السيده ما تغيريش الحقائق. راح واقف صلى الله عليه وسلم. الحاجه الثالثه في التفويت، ودي مهمه جدا، ان التفويت لازم يبقى سمه شخصيه ولا تجعله عبء على نفسك. ازاي التفويت يبقى حاجه تريحك؟ لما تفوت عشان انت بتحب وعايز تحب وعايز تتحب. يا فاطمه انت بتحبيني؟ اه بحبك. بتحب اللي احبه؟ اه احب اللي بتحبه. انا بحب عائشه احبيها. يعني ايه؟ يعني ما ردش على الموضوع بس كلم بنته بعاطفه المحب، حل المشكله ان هو طلع منها، لكن اتكلم عن الحب، اتكلم عن العاطفه، اتكلم ان الحب اللي بينك وبيني يا بنتي يخليكي تتعاملي معاها هي كمان بحب. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده أجزاء كتير جدا في شخصيته، فكان الأب وكان الزوج وكان الداعي إلى الله وكان القائد المدني وكان القائد العسكري. طيب كتير جدا بيحصل مشاكل في الحياة لما كل واحد فينا يستدعي جزء في الحياة في مكان تاني. فأنا القائد اللي الأمة كلها بتسمع كلامي ومحدش بيراجعني، أخش بيتي عايز أكون بنفس الهوية، عايز أكون بأمر ولا أحد يخالفني، عايز اللي أقوله ما يتعادش عليا. لا الوضع مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ما يسمى سيلف اويرنس او وعي ذاتي بنفسه، يعلم ان هو دلوقتي في البيت هو زوج، فممكن جدا زوجته يعترضوا، ممكن جدا يخالفوه، ممكن جدا يحصل اي شكل من اشكال الاختلاف او حتى المشاكسه الزوجيه، يمشي الحال.